الحلوة داريس البكري وكانت في فيلم حسن ونعيمة وبعد كده برضو اشتهر ومشى حول يعني كامل العصر قدمنا والعيون والسود خدوني من هواهم رب غني وليدي عيني. عندما بدأنا كان عبد الحليم بياخد في الفيلم أظن حوالي 500 جنيه كفيلم واحنا كنا بناخد في اللحن مثلا 100 جنيه او 50 جنيه قفز عبد الحليم من 500 او 1000 الى 7000 جنيه في الفيلم فبقينا ناخد 200 جنيه وصل الى فيلم اخر الى رقم 14000 جنيه فانا قلت له طالما انت بترتفع وبيزيد اجرك لابد المؤلف الملحن بتاعك كمان يرتفع ويزيد اجره فهو مش عاوز ان كوجهة نظره ان الملحن او زميله ده ما يطلبش اجر وما يصحش ان هو يرفع اجره ويعني ديت يعني حفاظا على كرامة الانسان قلت له دي فيش فيها كرامة ده مسألة انت بتاخد 14000 انا على الاقل بدل ما اخد 200 اخد 300 اخد 400 اخد ف المنتج عاوز يدفع لي وهو ما مش عاوز ان انا اخد هذا الاجر فحلفت عليه قلت له عليا الطلاق بالثلاثة من املحن لك ثلاث سنين ثلاث سنوات قلت له ثلاث سنين مش هلحن لك واختفيت هذه الفترة عن صوت عبد الحليم لكن في نفس الفترة كنت بلحن لصباح والفايزة والشريفة والمحرم وكل الموجودين في الصوت في نفس الفترة هل كنت تتابع عبد الحليم؟ لا كان خصام قاطع يعني رافض خالص ولا زيارة ولا أي شيء خالص بالمرة وبعد ثلاث سنين وبالظروف بقى ان هو تصادف ان هو تعرف ببليغ حمدي في هذه الفترة فحب طبعا يعمل لي شيء من الإغاظة أو يلعني شوية يغيظني يعني عشان أغير ولا بتاع فاحتضن بليل لمدة 3-4 سنين اللغة النفس سواح وحزب قلبي والهوى هوايا والحاجات دي كل هذا لما اهتز منه أبدا وسبته 3 سنين وبعد كده رجع تاني ما رجعش صالحني أنا راح صالح المدام في البيت أم أمين وراح